الاوكرانيين كيدوزو وحنا اللي دابا جاي ساعتين وما فوق وحنا جالسين الموت ديال البرد منسيين ولا شنو على السفاره ديالنا ما تدخلش الاوكرانيين كيتعاملوا تعاملوا معهم بطريقه مزيانه حنايا خلوعين كلشي ناس مبانيكين مستري كما كتشوف هاد الاوكران هما الاوكران الاوكرانيين كيدوزو عادي ينزلهم الكار كيدوزو سيم عام شوفو ها هو الكار ديالهم انفو كيجي كيهودو عادي كيزو كيدخلو وحنا اللي دابا جاي ساعتين وما فوق وحنا جالسين ما كايناش خطوه والو وش نقول لك راه الموت ديال البرد موت ديال البرد واربع ايام دابا مشابه لا نعاس لا ماكله لا والو واش غنعرف واش حنا منسيين ولا شنو ما فهمتش علاش حنا ما علاش السفاره ديالنا ما تدخلش داخلين في نهار الخامس هما الدراري كاملين اللي معايا كيتشكاو كاملين طلب شي فيديو انا صيفط خويا فيديو مطلع اللي غنطلب منك انا انك هادشي غتوصلوا ليهم غتقول لهم حنا راه صافي راه تقارنا وصلت لنا بين الاخر حنا طلبتوا منا طالب اننا نمشيو نقصدوا بولونيا حنا مشينا قصدنا الحدود صافي ديروا شنو نتوما خدمتكم باش حنا نمشيو نشدوا الفول ديالنا نهبطوا البلاد ديالنا صافي راه طلع لنا هادشي فراسنا ما نكذبش عليك راه الصراحه راه المرض راه معنا جوج هنايا مراض صحابينا راه مراض واحد مريض بالسكر كاع الصراحه راه هادشي راه ما بقاش كاش مابقاش واش ولي شي كتشوف الناس الاوكران الاوكرانيين كيتعاملوا تعاملوا معهم بطريقه مزيانه حنايا صاحبي ما فاش شوف ها انت ها كيدخلوا عادي ها شوف فاتح لهم الباب وكيدخلوا عادي ويلي اللي ما ديرهم عليه وحنايا شوف ها ما انفو كيتسد الباب صافي ما كيبقاش يتحرك حتى كيجي كيروح داخل الاوكران صافي حتى كيجي اوكرانيين غادي يدخلوا حنا كنخاف بلاصتنا هنايا يمشاش غندخلوا الله اعلم رجعت لك السميه ديالنا انا غنصيفطهم لك دابا في الجروب ما كاينش تصيفطهم من السفاره انا تدخل وتجي دخلنا من هذا المعبر هذا باش نهبطوا بحال هكا لبلادنا راه صافي رهيبه صراحه راه الجو كيقشل بمعنى الكلمه ها تشوف عاوتاني ها اوكرانيين ها هنا اوكرانيين ها كيدوزوا عادي ها هو الشيء هما داخلين بالباب يفوتوا المعبر هنايا كنبقاو فهمت حنا معزولين ها عازلين بوحدنا شوف حنا معزولين شوف التعامل معنا حنا كيفاش داير شوف التعامل شوف انتم وحتو هي لاحت حويجه المهم خديت لي سروال درت منه كاشكول هيا ولقيت ديك السنيونه خديتو ليها المهم كان هنا لاح ومشات يلا بالداري يدير بالداري بيتلو جاب الله الريحه 63 ساعه هي 50 سنتيم واخيرا ركبنا الداري خفيف العذاب والله العذاب ما عرفت شنو ندير صحابي ده راكبها بلاصة الباكاج واك عرفتي لما قلتي سبع والله ما يعقل عليك شوف يا دم باقي مية وثمانين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم إلياس من مدينة السومي
اليوم بغيت نتحدث لكم على واحد الضغوطات اللي كنواجههم حنا كطلبه، من حيث انه كيتواجد واحد 30 ولا ازيد من 30 طالب في السومي. ومن بين الضغوطات اللي كنواجهوا، المشاكل اللي واجهنا في السومي، انه لقينا واحد المشاكل المتعدده اللي كتجلى في انعدام ترونسبور وسائل النقل وانعدام التغذيه والخبز على سبيل المثال، وانعدام الامن من الدرجه الاولى اللي كيهمنا حنا كطلبه. وكان من بين المشاكل اللي واجهنا في الترانسبور وفي وسائل النقل انه هو التران، انعدام التران، ما كاينش تران، لانه وصلتنا شي اخبار تيقولوا بانه السكه الحديديه تم القصف ديالها، وبانه من ناحيه ديال الطوموبيلات باش ناخذوا شي طوموبيل باش نتحركوا بها، كنلقاو بانه هو القناطر اللي كاينين تما كان تم القصف حتى هما ديالهم. ومن ناحيه ديال المشاكل ديال التغذيه اللي كاينين هنا، بحال مثلا الخبز كاين انعدام في التغذيه، انعدام في المنتوجات، انعدام في الوسائل الغذائيه. وكنتمناو ان شاء الله يكون خير. ومن حيث الان ملي كنهضر معكم في هذا الفيديو هذا، كنلقاو مشاكل في امنيه وقصف، حاليا تلقاو واحد القصف اللي حاليا كنهضر، وكنلقاو مشاكل امنيه كبيره. ونتمنى الله يكون خير ويسمعونا المسؤولين ويديروا لنا شي حل اللي ممكن يكون في المتناول ونعملوا به ان شاء الله. وشكرا. خلوا عين كلشي، ناس مبانيكين ومستريسين، الاصحاب ديال الكيران وديال لي بوس دابا كيستغلوا هذا الشيء، باغي ديك لا دوموند اللي عنده، دونك ملي كيهيطوا عليهم كيبروبوزيو لهم دي بري كثر، دونك حتى هما عارفين انهم الناس باغي كيطلبوا الاثمنه اللي بغاو. الحمد لله اللي لقيناهم. دابا حنا دابا راه جلينا الجروب الاول والجروب الثاني، ودابا هو الجروب الثالث، حنا كنتسناو دابا في لو بوس يجي. حنايا كما كتشوفوا هنايا راه كلشي واقف، الدراري هنايا واقفين، هنايا كاين الطلبه اللي جاوا مع المكتب ديالي، وكاين الطلبه اللي ما جاوش مع المكتب ديالي، وبيمكنش حنايا نسامحوا فيهم في هذه الوقيته هذه، راه هما كاملين حنايا خوت مع بعضياتنا. زعما هادشي يحسب لك، نتمنى الله انه كلشي يرجع لدارهم سالم يحسب لك. اكيد الياس، عندي لك طلب شخصي، الله يجازيك بالخير، هو هات وليد راسلان، الله يستر عليك، ما تخليش من وراك. الو الو، وي الياس، الله يجازيك بخير، عندي لك طلب شخصي، هو هات الوليد راسلان، ما تخليهش من وراك، الله يجازيك بالخير. ما تشوفي وسدي باش تكونوا فاهمين واحد القضيه، انا عارف عارف الدور اللي ما كيفهموش الناس. هو كيجي عندي شي واحد كيقول لي عافاك ما تخليش لي هذا مراد، انا ما بكرهش ندي كل شيء، ما كرهتش حتى الناس اللي في خاركوف، حتى الناس اللي في اوديسا، حتى الناس اللي في المدن الاخرى نمشي ليهم، ولكن راه كاين دي بلاص، كاين دابا ناس، دابا حتى راسك انت بلاصتي، دابا انا في الحرب حتى راسك، سمعيني، قدرت نحط بلاصتي، عارفه حتى راسك بلاصتي، دابا انت في الحرب، ومعهاش الهم ديال راسي بوحدي، هز الهم ديالي وديال الناس كاملين اللي كاينين هنايا. مسؤولية. واخا انا في لو كونتخ اللي داير مع الناس، راه داير معاهم نجيبهم يقراو ويسكنوا بالحي جميع، ما دايرش معاهم الا تا الحرب، ولكن هذا عمل انساني كندير، ما داخلش في الخدمة ديالي اللي كندير. دونك ما عندناش فيه شك. ما عندناش فيه شك. دونك شوف يا استاذ، دابا كاين دابا كتلقى باغ اكزومبل مثلا 50 واحد مغيزيغفي لا بلاص، إلا كونفيرمي سون فواياج. لو فواياج اي تي كونفيرمي. ما يمكنش نجي عند واحد ونقول ليه نوض نتايا، نوض من بلاصتك، خرج وخلي هاد السيد يجلس بلاصتك، راه ما يمكنش. متفقه معك، متفقه، مستحيل نقولها لك. غير الا كانت امكانيه انه يتزادوا باصات اخرين ولا شي حاجه. حنايا كنديروا كاع اللي في امكاننا باش يتزادوا باصات دي بيس واحد اخر، كنديروا كاع دي بيس، اتصلوا معنا الدراري اللي كاينين في خاركوف، اتصلوا معنا الدراري اللي في اوديسا، اتصلوا معنا الدراري اللي في كييف، عطيناهم لي زاسيوس كيفاش يديروا باش يخرجوا. عطيناهم لي زاسيوس كيفاش يديروا، ولكن فوق جهدي كالات ولا ما نقدرش ندير شي حاجه اللي اكثر من الطاقه ديالي. نعم نعم، هو المهم، الله يجازيك بخير السي الياس. حنايا تنحاولوا ان شاء الله، حنايا دو فاسون دابا جاي كار فيه 20 بيرسون. نعم. وهنايا كنشوف انه كاين اكثر من 20 بيرسون، ومع السد العشيه عاوتاني جاي واحد الكار واحد اخر. داكوغ، هو نورمالمون هما غيبقاو غير تما، ما يتحركوش، ولا كان يمكن انهم يحاولوا يصبروا ويتزاحموا شويه ويمشيو، لانه هذه الحاله ديال الطوارئ. نتمنى الله خير ان شاء الله، ونتمنوا من الله انه كل شيء يصير. شكرا سي الياس، على التواصل ان شاء الله، وشكرا جزيلا على المجهودات اللي كتقوم بها. الله يبارك فيكم، الله يجازيك بالخير. الله يبارك فيكم، خليو لو كونتاكت ديالي، خليه لو كونتاكت ديالي باش تري لي بارتاجي، كونبارتاجي. يلا شوف خليك هنايا، او بيغ دي كان، لا ما كانتش بلاصه في الكار، لا ما كانتش بلاصه في الكار، ما تخافش، حنا ماشي زعما انت تونسي ولا مغاربه، انت معنا الجزائري صيفطنا.
ياك ياك ياك. شوف راه ما كاينش الفرق حنايا ما بيناتنا، لا جزائري لا مغربي لا تونسي لا مصري لا اوكراني لا بغانا. مجلة لالا العروسة، اخبار حصرية بجودة عالية. لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار.